أكلة الأكابر. بونجور أونك. متزوقة ومدلعة زي صحابها الأصليين. مفيش غير عيلتين بس هم اللي يعرفوا يعملوا. عملها شاب اسمه هنري، كان بيشتغل في أحد مقاهي مونتو كارلو في موناكو، وقدمها للأمير الإنجليزي أدوارد السابع. لما دقها عجبته جدا. يا سلام، تسلم إيديكي. واقترحوا عليه يسموه كراب أدوارد، بس الأمير رفض وقرر يسميه كراب سوزات. جاست بريكفاست. أوكي. على اسم واحدة من صديقاته اللي كانت قاعدة على نفس الترابيزة. أوف كورس يا فندم، أوف كورس. ومن وقتها بقى اسمه كراب سوزات. يا قوة الله، هو ده بقى الست اللي اسمه كريب جورجيت ولا كريب سوزيت ده اللي محدش يعرف يعمله إلا اتنين في قارة أفريقيا؟ دي حكاية الكراب سوزات، ولسه ياما في المطبخ فن.